طبعا اليوم النهاردة العنوان الخبر اللي كلنا طبعا شفناه حالة الجو والأمطار الغزيرة اللي سقطت النهاردة. وطبعا احنا طول عمرنا بنقول المطرة خير، لكن عندنا في مصر شوية مطرة بتخلينا نغرق في شبر مية، وده حرفيا اللي حصل في اسكندرية بدون مبالغة. اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، تاني أهم مدن مصر، غرقت النهاردة في شبر مية بجد. النهاردة اتحول كورنيش اسكندرية وعدد كبير من الشوارع ومناطق المدينة خاصة باب شرقي ومحطة القطارات لبحيرة بتعوم فيها العربيات والبني أدمين على السواء، لدرجة طبعا في فيديوهات كتيرة يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوها بتبين زي ما حضراتكم بتتابعوا دلوقتي على الشاشة، المية اللي يعني غرقت العربيات، الناس اللي ماشية في المية يعني وصل حد الرقبة، كمان بقى في مراكب في الميه، بقى في حتى كمان يمكن كان فيديو لطيف الواحد مش عارف يعني الحدث ده تم تناوله ما بين السخريه والالم على وضعنا وازاي ما نقدرش نتعامل مع شويه مطره. شخص يعني يمكن يقول لك الرزق يحب الخفيه، شخص تحول لمعديه، طبعا هو جهد لطيف منه وحاجه انسانيه عملها انه بدا ان هو يعني يشيل الناس ويعديهم من ناصيه الشارع للناصيه الثانيه. على كل الأحوال الموضوع لا يتحمل السخرية، لأنه طبعا إحنا قدام كارثة، قدام تساؤلات كتيرة عن من المسؤول. صحيح المطر ده حاجة بتاعت ربنا، لكن إحنا إزاي استعدينا؟ كان معايا رئيس هيئة الأرصاد امبارح دكتور أحمد عبد العال، وكان بيحذر إن هيكون في سيول وفي أمطار غزيرة خاصة على المدن الساحلية، وكان بيخاطب السادة المحافظين إن هم ياخدوا احتياطاتهم واستعدادهم علشان الموضوع يعدي على خير. لكن اللي حصل النهاردة إن في ضحايا سقطوا نتيجة الأمطار، 5 أشخاص اتوفوا ما بين اللي اتصعق بكابل كهرباء من ترام، وشخص آخر يعني مات غرقا داخل سيارته. فبالتالي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف النهاردة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع هناك في اسكندرية. وبالفعل رئيس الوزراء توجه للمحافظة لمحافظة اسكندرية علشان يتابع الوضع ميدانيا، وعقد اجتماع مغلق مع محافظ اسكندرية هاني المسيري. الأول احنا معنا تقرير عن الأوضاع، وبعدين هيكون معنا عدد من المداخلات التليفونية عشان نعرف ايه اللي بيحصل وطبيعة الإجراءات اللي بتتم هناك. إليك دون سابق إنذار ليسبب لك حالة من الحيرة والارتباك في ماذا تفعل معه. نعم، هذا هو ما يحدث الآن مع فصل الشتاء الذي بدأت بوادره تشهدها عدد من محافظات العاصمة المصرية القاهرة بهطول للأمطار وهبوط للرياح وسقوط للثلوج، خاصة في المحافظات الساحلية كالإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ، تصل إلى حد السيول على محافظات الصعيد لتتكون البرك والأوحال والطين وترفع حالة الطوارئ. جو مصر ما عادش زي الأول، بقى الشتاء ما عادش شتاء، الصيف ما عادش صيف، في الصيف بقى درجة حرارة عالية جدا، وفي نفس الوقت في مطر. والله ما أعرف، الجو حر والمطرة بتنزل وحاجة غريبة، جو غريب أصلا وبيتغلب بطريقة غريبة، يعني أيام مش طبيعية يعني. ففي محافظتي القاهرة والإيذاء أتت كعادتها كل عام مصطحبة معها حالة من الشلل المروري، وهذا ما فعلته بالشوارع والميادين حيث تسببت في توقف حركة السير بالإضافة لوقوع عدد من الحوادث. وشهدت الإسكندرية تحطم للسيارات وحدوث 3 حالات للوفاة. وفي محافظة كفر الشيخ لم يختلف الوضع كثيرا، حيث تسبب هطول الأمطار والبرق والرعد لتوقف حركة الصيد وانخفاض في مستوى الرؤية على الطرق الرئيسية. هم لازم اللي منذ التقلبات، يوم حر يوم شتاء يوم برد يوم هواء. أنا سمعت امبارح إنه أصلا درجة الحرارة تنزل 10 درجات، يعني فكنا متوقعين كده. أما في محافظة السويس فقد تسبب غرق الشوارع بالمياه إلى إعاقة مرورية كبيرة وشلل في المصالح الحكومية وغياب الموظفين بنسبة 40%. وفي محافظات أخرى كالمنوفية مارس سقوط الأمطار سلطاته في انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين. وفي جنوب سيناء أعلنت حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بكل المدن. إسراء سعد، الحياة اليوم.